بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم وطن جميل مشاهدين الأحبة، أهلا بكم أينما كنتم تتابعونا في حلقة الليلة من برنامج من عمان يوم الأربعاء. كالمعتاد مجموعة من المحطات، مجموعة من المتابعات اعتدتم على متابعتها، إضافة طبعا إلى تغطيتنا لمختلف الأحداث والفعاليات اللي تشهدها أرض عمان الخير. تحية لكم أينما كنتم في مواقع العمل والبناء لبناء عمان الغد الأكثر إشراقا ومستقبلا. وأيضا مساءكم هوية واعتزاز بلغة رصينة، لغة القرآن، اللغة العربية. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة الليلة، وأكيد أرحب بالزملاء الذين يشتركون معي في تقديم مجموعة المحطات والفقرات في حلقة الليلة وفقرة الصحة مع الدكتورة فنة الفنة. دكتورة فنة مساك الله بالخير، وأكيد كنا مترقبين لموضوع حلقة الليلة. مساء النور أخوي الكريم راشد، ومساء الخير أخواني وأخواتي مشاهدين برنامج من عمان. إن شاء الله اليوم إحنا معاكم الفقرة الصحية وموضوع أنيميا الدم المنجلية. طبعا أنيميا الدم المنجلية من ضمن الأنواع أو مرضة الدم الكثير للأسف مؤشراتها في زيادة هنا في السلطنة معانا. أسبابها كثيرة، عوامل ظهورها كثيرة، الأعراض اللي تظهر عليها كثيرة. إن شاء الله أخوي راشد وأخواني وأخواتي حلقتنا اليوم بنناقش كل هذه الأشياء. طيب يا دكتور، أكيد كنا راح نكون مترقبين، وأكيد نرحب باتصالات واستفسارات مشاهدينا عبر أرقام الاتصالات وأيضا طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا نرحب بالزميل حفيظ جعبوب المتنقل سندباد البرنامج الموجود في أكثر من مكان كالمعتاد في حلقة الليلة. حفيظ موجود بمناسبة جميلة، مناسبة هذه المرة اقتصادية، تفاصيلها مع الزميل حفيظ جعبوب. مساك الله بالخير يا حفيظ. مساك الله بالنور والسرور أخي راشد، وأحييك في هذه المجلة اليومية المسائية من خلال هذه الفقرات المنوعة. نقترب من كل تفاصيل المهمة التي تقع على أرض عمان الطيبة من زاوية معينة في حديقة الأنتركونتيننتال مسقط في احتفائية لسوق مسقط للأوراق المالية بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على إنشائها، وأيضا ذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، وبحضور عدد من المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وبعض رؤساء الهيئات والبورصات الخليجية والعربية وبعض كبار المسؤولين من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية. وهناك أيضا يتضمن هذا البرنامج مجموعة من الفقرات، راح يكون الفقرة الأهم هو أوبريت غنائي بعنوان بنات المجد. نعم أكيد راح نكون متابعين. نعم حفيظ راشد. لتفاصيل هذه الاحتفائية وسوق مسقط الأوراق المالية، تنويع لمصادر الدخل وشراكة اقتصادية حقيقية من خلال ضيوفك في وقفة قادمة. شكرا لك الزميل حفيظ جعبوب، وأيضا شكرا للدكتورة فنة الفنة على هذا الترحيب الجميل. وأكيد مشاهدينا أثناء حلقة الليلة من برنامج من عمان راح تتعرفوا على تفاصيل هاتين الفقرتين. إضافة إلى ذلك مشاهدينا، حديثنا الأهم والأبرز سيكون حول صندوق الرفد، هذا الصندوق الذي يشكل عائد اقتصادي وطني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال. سيكون معنا الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، ستتعرفون على مجموعة من الأخبار الحصرية في حلقة الليلة من برنامج من عمان، مجموعة جديدة من المشاريع الممولة وخطوات جديدة ستتعرفون عليها. إضافة إلى ذلك مشاهدينا في حلقة الليلة سنقترب من صحفية بحرينية اختارت أن تكون موجودة في السلطنة، شدتها جمال وسياحة السلطنة وروعة السلطنة. بدأت الكثير من كتاباتها في صحيفة الشبيبة من خلال كتابات في مجموعة من المقالات الفكرية. هي أيضا تنشر في إحدى المجلات التي تكتب باللغة الألمانية. هل هي تجيد اللغة الألمانية وكيف أيضا تكتب بهذه اللغة؟ تفاصيلها أكثر إن شاء الله في حلقة الليلة من خلال استضافتنا للصحفية لميس ضيف. أما مشاهدينا يوم الغد إن شاء الله جميعا في أقطار هذا الوطن العربي ولكل من يحب هذه اللغة الخالدة، اللغة العربية، ويومها العالمي يوم الغد إن شاء الله 18 من ديسمبر. اليونسكو يحتفل المرة الثالثة باليوم العالمي للغة العربية، وهذه المرة تحت شعار الحرف العربي. اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر هناك هاشتاج للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تفاعل طيب وكبير من الجميع. دكتورة ريا المنذري احتلت اللغة العربية المركز السابع حيث من حيث نسبة استخدامها عبر
الإنترنت، وهناك أكيد مجموعة أخرى من التغريدات التي تؤكد على أهمية وقيمة هذه اللغة الخالدة. الدكتورة سعدية أو الأستاذة سعدية المفرح تقول هذه دعوة لدعم واسم اليوم العالمي للغة العربية الذي يحتفل به العالم يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر. لغتنا الجميلة تستحق. ستكون أيضا وقفتنا القادمة مع الأستاذة سعدية واتصال هاتفي. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. مع هذا اليوم العالمي للغة العربية، هذه اللغة الجميلة. القراءة الجماعية، هذا الحساب يقول: هام الفؤاد بروضك الريان، أسمى اللغات ربيبة القرآن، لغة حباها الله حرفا خالدا فتوضعت. أما إبراهيم أبو نجا يقول: روى داود بن الحصين عن ابن عباس قال: لسان أهل الجنة عربي. وقال عقيل قال الزهري: لسان أهل الجنة عربي. إذن هذا التفاعل الطيب مع اليوم العالمي للغة العربية. يوم الغد إن شاء الله سنخصص وقفة في برنامج من عمان للحديث عن هذه اللغة الخالدة. دكتورة ريا أيضا تغرد: تحتل اللغة العربية المرتبة الخامسة عالميا من حيث انتشارها، وذلك بعد الصينية والإنجليزية والأسبانية والهندية. اللغة العربية بخير. وأيضا تقول: كشفت دراسة أجرتها إحدى الشركات أن العربية تحتل المركز السادس في استخدامها عبر تويتر. طبعا اللغة الإنجليزية هي الأولى واللغة العربية الثالثة. اليوم العالمي للغة العربية، نحب لغتنا لأنها لغة القرآن ولسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقدم لغة حية في العالم، وكل لغات الأرض تموت ولغتنا وحدها تبقى. أما محمد الحضيف يقول: في اليوم العالمي للغة العربية ما فخرت بشيء بعد لسان مثل أن تكون العربية هي لساني، إذا قرأت محمود أو الجواهري عرفت ما هي العربية. هذا التفاعل الطيب والتغريدات مع هذا اليوم الذي سيكون يوم الغد. هذا المغرد يقول: دراسات اليونسكو تقول تتنبأ بانقراض اللغة العربية بحلول 2050. هذا طالب سعودي يغرد بهذه التغريدة. يعني هي لغة خالدة، شاء من شاء وأكيد قرأ من قرأ. مشاري السعدون يقول: إذا لم نغرس في قلوب ناشئتنا أن اللغة العربية هوية انتماء وليست وسيلة للتواصل فحسب، فلن ننجح في تجذيرها. إذن اليوم العالمي للغة العربية، وكلنا نستحضر البيت المشهور: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاته. إذن هي اللغة الخالدة، لغة الجميع. نشارككم مشاهدينا ونستبق الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية اللي يصادف يوم الغد إن شاء الله من خلال تواصلنا القادم مع الأستاذة سعدية المفرح، هذه الأديبة الكويتية التي كتبت الكثير وساهمت في إحياء اللغة العربية وترجمة اللغة العربية. إذن مشاهدينا نرحب بالأستاذة سعدية المفرح. أستاذة سعدية، مساك الله بالخير وكل عام وأنت بخير، وسعيدين جدا بتواصلك معنا. مساكم خير وكل عام والمشاهدين وعمان كلها بخير. وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. الله يسلمك أستاذة. يعني أنت يعني إحدى الفاعلين بشكل كبير في هذا الهاشتاج اليوم العالمي للغة العربية، لذلك يعني كنت اليوم عبر الاتصال الهاتفي. أستاذة سعدية، ما أهمية أن نحتفل باليوم العالمي بين قوسين العالمي للغة العربية، وماذا يعني هذا الاحتفال؟ كما تعلمون هذا الاحتفال هذا العام نحتفل به للمرة الثالثة على التوالي. صحيح. للسنة الثالثة. نعم. لأنه أقر في العام 2012. نعم. واعتمدت هذه الاحتفالية في لكي تكون يوما عالميا يحتفل فيه العالم كله، يشاركنا العالم كله، بناء طبعا على جهود نبيلة وملحة بذلها بإخلاص كثيرون من العرب، خصوصا العرب العاملين في اليونسكو. نعم. وأبرزهم المندوب السعودي في منظمة اليونسكو، رئيس الخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية فيها، وأنا أحيي الدكتور زياد الدريس. نعم. لأنه بذل جهودا صراحة مشرفة ومخلصة لإقرار هذا اليوم، ولكي يكون يوما عالميا وليس فقط يوما محليا أو يوما عربيا قوميا. نعم طبعا. طبعا استاذ السعدي، يعني هو احتفال دوري تحظى به لغات عالميه اخرى كثيره تحت مظله الامم المتحده، ويعني ربما تعامل معه كثيرون على انه مجرد مناسبه يعني تقليديه سنويه لا تستدعي سوى بعض الفعاليات هنا وهناك،
ولكن مع هذا يجب علينا جميعا كأفراد قبل كمؤسسات أن نتعامل معه بجدية أكثر. صحيح بالضبط، يعني تبقى هذه اللغة هي اللغة الخالدة أستاذة سعدية، ويعني بجهودنا جميعا في الحفاظ عليها. نحن نشكرك على تواصلك معنا، تواصلتي معنا من الكويت، الأديبة الكويتية الأستاذة سعدية المفرح. إذن مشاهدينا سنشارككم جميعا الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يوم الغد إن شاء الله 18 ديسمبر من خلال استضافتنا لأحد المهتمين باللغة العربية. مستمرين معكم مشاهدينا حتى تمام العاشرة، كل أمنياتنا أنكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب وجميل من المتعة والفائدة في محطات برنامج من عمان، ونبتدي محطاتنا مع الدكتورة فنة الفنة والمحطة الصحية بعد هذا الفاصل. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. وأتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، في الهواتف، في استخدامنا للحواسيب، بل وحتى في طريقة تعاملاتنا المالية. صرنا نحول فلوسنا من هواتفنا، حتى كلامنا صار مختصر. ما أقول هذا صح أو خطأ، لكن هذا الواقع. في الشبكات علمنا تويتر نختصر كلامنا في 140 حرف، وعلمنا الإنستغرام نختصر الفيديو في 15 ثانية. وبعد شركات الطيران تشجع للحجز من مواقعها الإلكترونية، تضمن لنفسها بيع التذاكر، وتضمن أنت وجود مقعد لك في الرحلة اللي تريدها. الحياة صارت سهلة ومختصرة، لكن مع هذا صاحبنا جالس ينتظر. أنا؟ أيوة أنت، يعني واضح أنك منتظر من مدة لمعاملة ممكن تنهيها بدقائق وأنت في مكانك. لا 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 لا، ما يحتاج تخلي خيالك بهذا المستوى من الفخامة، يعني يمكن تخلص أمورك وأنت في المقهى مع أصدقائك، أو أنت جالس في شارع الكورنيش. أعرف أنه المكان المفضل لك. ياه عيشني الجو، وأنا ليش مطول السالفة؟ أختصرها أحسن. يا سلام، اختصرها أحسن وريح بالك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. جميع ما يلي من مزايا الحكومة الإلكترونية ما عدا: 1- تحسين الكفاءة. 2- الشفافية. 3- تعقيد إجراءات العمل. 4- تقديم الخدمات بشكل سريع. للاشتراك في المسابقة يرجى إرسال رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية: عمان تل 90270، أريدو 90604. أخواني وأخواتي، مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم معنا وحلقة الحلقة الصحية إن شاء الله من برنامجكم من عمان اليوم، وموضوعنا الأنيميا المنجلية. أخواني وأخواتي، مثل ما ذكرت في التقديم، مؤشرات الأنيميا المنجلية طبعا مطابقة للمؤشرات الخليجية والعالمية، لكن كذلك بسبب المرضى التي تنتج بسبب الأنيميا المنجلية، المشاكل الصحية التي تظهر على المصاب بهذا المرض، انعكاسها كذلك على جودة الحياة التي يعيشها، وانعكاسها على أسرته، على مجتمعه، كيفية هل هنالك مثلا طرق وقاية من تقليل الإصابة بأنيميا الدم المنجلية، هل مثلا فحوصات معينة خاصة فحص ما قبل الزواج، هذه ممكن من الطرق التي قد
تحد مثلا من معدل ظهور هذه الحالات، كيفية التشخيص، طرق العلاج ومواضيع أخرى إن شاء الله مرتبطة بهذا بنناقشها. وضيفنا الكريم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، أخصائي علم الجينات والوراثة الجزيئية، المركز الوطني للأمراض الوراثية المستشفى السلطاني. حياك الله أخي الكريم. الله يحييك دكتورة، أحب أمسي عليك وأمسي على السادة المشاهدين، وإن شاء الله تكون حلقتنا نافعة بإذن الله. إن شاء الله دكتور مسلم، هذا طبعا المتعود منكم زملائنا في هذا المجال. دكتور مسلم، أول شيء أنا في التقديم والتقديم الثاني ذكرنا على الإحصائيات، خلينا نكون واقعيين ونطرح هذا الموضوع. بلا شك طبعا الأنيميا المنجلية بداية هي أحد أمراض الدم الوراثية، وهي من أكثر الأمراض الوراثية شيوعا في السلطنة، ولذلك وجدت اهتمام كثير من ضمنها إجراء الدراسات من أجل معرفة الإحصائيات. الإحصائيات اللي على أساسها راح تبني سياسات التدخل. إحنا عندنا بشكل عام بين كل 1000 ولادة حية هناك 3.5 إلى 4.7 احتمالية ولادة الطفل مصاب بأحد أمراض الدم الوراثية. عندنا 10% من العمانيين يحملون جينات مرض الأنيميا المنجلية، و3% من المصابين. هذه إحصائيات اللي تخص، وهذه مؤشرات يعني تعتبر بالفعل ما هي شوية. صحيح. وتنذر وتقول يا جماعة خلونا نشوف هل هنالك بدايات ممكن الواحد أنه يقيها يتجنبها على أساس ما نوصلها المؤشرات. دكتور، هو يعتبر من أمراض الدم الوراثية. نعم. خبرنا عن المسببات، دور الوراثة فيه، كل هذه المعلومات. صحيح. يعني ببساطة هو اللي يحصل الخلل، الطفرة اللي تؤدي إلى حدوث الأنيميا المنجلية، هي طفرة تحدث في بروتين المكون للهيموغلوبين. الهيموغلوبين عبارة عن يعني 6 مكونات رئيسية: الحديد ومادة الهيم، ومحاط بأربع بروتينات اللي هي 2 منها الألفا و2 منها البيتا. عندما يحدث خلل في السلسلة الأمينية المكونة للبيتا، أي يعني يتم تبديل حمض أميني بحمض أميني آخر نتيجة الطفرة اللي حصلت، هنا يتحول شكل الخلية الحمراء القرصية المرنة اللي لها دور كبير المادة الهيموغلوبين في نقل الأكسجين لأطراف الجسم، تصبح منجلية الشكل وتزداد لزوجتها، وبالتالي لن تتمكن الخلية الحمراء من أداء وظيفتها بشكل تام عن طريق توزيع الأكسجين للأطراف، ويكون شكلها يتحول إلى شكلها منجلي أو هلالي، ولذلك أطلق عليها الأنيميا المنجلية أو سيكل سيل ديزيز. الإشكالية أن الخلية الحمراء تفقد قدرتها على الوظيفة. معظم الأعراض اللي تنتج من هذه الإشكالية اللي هي إشكالية الأنيميا المنجلية ناتجة من عدم قدرة الخلايا الحمراء على توصيل الهيموغلوبين للأطراف. صحيح. وبالتالي اللزوجة هذه بتؤدي لتراكم الخلايا الحمراء في الأوردة والشعيبات الصغيرة هذه، وبالتالي راح يحصل ما يعرف بإنفاركشن أو عدم وصول الدم للجزء المرض، وهي ما تسمى باللغة العربية الأزمات الحادة. نعم. التي يعاني منها للأسف. صحيح. مريض الأنيميا المنجلية هو حقيقة هي المؤشر الرئيسي والعارض الرئيسي اللي نتعامل معاه ونحط البروتوكولات للعلاج. طبعا الأنيميا المنجلية هي تصنف من ضمن النوع الأول من الأمراض الوراثية، وهو ما يسمى بأمراض الخلل الجيني الواحد، يعني يحصل المشكلة في الجين. الجين طبعا محدد ومعروف، وبالتالي التعامل معه راح يكون بشكل سهل. الأزمات خلينا نأخذ المكالمة. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام دكتورة، إيش حالك؟ الله يسلمك ويعافيك، حياك الله. يعطيك العافية. الله يسلمك، تفضل أخويا. حبيبتي بس حبيت شو اسمه أستفسر عن الأنيميا المنجلية، هل لها خص يعني الجلد ولا؟ عفوا ما أخذت السؤال، لها إيش؟ يعني إذا في مثلا حساسية أو طفح جلدي أو تمام. من القبيل تمام. أو حتى على الشعر، هل هذا له خص في الأنيميا المنجلية ولا لا؟ لا، ما له خص بالأنيميا المنجلية. إيش قصدك؟ قصدك كعارض يظهر للمصابين بالأنيميا المنجلية تكون عندهم مشاكل جلدية؟ يعني مثلا أم أنه مسبب مصاب بالأنيميا المنجلية؟ تمام. أوكي؟ تمام تمام. إنزين، فبعض المرات يعني يحصل لي مثل الحساسية أو مثل الطفح الجلدي. تمام. أو شيء كي نفس القشرة على الشعر. تمام. فهل هذا لخص يعني مثلا على جسم الأنيميا المنجلية ولا لا؟ تمام، الحمد لله. خليني أسألك، بنجي لهذا الجانب، لكن خليني أسألك عن الأنيميا المنجلية. طبعا أنت مولود بهذا الشيء أخي الكريم، صح؟ أنا من يوم كنت صغير يعني تمام. معاي الأنيميا المنجلية. تمام. وكم عمرك حاليا؟
تقريبا 35. الحمد لله. وهل مرت عليك الأزمات الحادة التي يعاني منها المريض؟ والله تمر علي يعني نوبات من يعني الألم ولكن الحمد لله يتم السيطرة، مثل المفاصل منها يعني مثلا أوجاع في الأكتاف. تمام. غير عن كذا الأمور الحمد لله طيبة. تمام. وعندك متابعة مستمرة مع الفريق الطبي المعالج؟ متابعة مستمرة مع الدكتور. تمام. الخاص يعني بالأمراض الدم. بارك الله فيك. وكذلك أنك أنت مخبرينك كيف تهتم في نفسك وكيف أنك أنت دائما تشرب سوائل على أساس أن جسمك دائما. تمام. أخي الكريم، بالنسبة أنا ما أريد أحرق على ضيفي الدكتور مسلم، إن شاء الله بعطيه الفرصة يجاوب، هل هنالك من ضمن الأعراض التي تظهر على المصاب بأنيميا الدم المنجلية مشاكل جلدية؟ شكرا وألف سلام عليك. إن شاء الله العرق دكتور، لو بطول عليك حتى مثل العرق مثلا، تحسي دائما أنك تكوني كسلانة أو مالك خلق مثلا تشتغلي أو من هالخبيل. تمام. بارك الله فيك. هذه مشكلة أن مالك خلق أنك تشتغل وما ترقد، كم صار لها عندك؟ والله هي بعض المرات يعني مش دوم دائم، بس بعض المرات يعني تجي يعني نوع من الفتور. أيه؟ او على فترات مش دائمه. تمام. ولما ذكرتها للفريق المعالج ليك ما قالوا لك شيء؟ والله اذا تبين الصدق وصراحه انا هالسؤال ما طرحت له اياه. تمام. بارك الله فيك. اذا حبيت على اساس انكم انتم على ان شاء الله يعني اللاين، فحبيت أسألكم لأكثر. تمام. بارك الله فيك. وإحنا بنغطي هذا الجانب وتفيدون غيرنا. تسلم. بارك الله فيك. شكرا للمشاركة. السلام عليكم دكتور. ناخذ المتصل الكريم وسؤاله جدا جميل، وأنا كثير فرحت أنه عنده فهم كامل بالنسبة للأنيميا المنجلية بحكم أنها حالة مزمنة يتعايش معها الإنسان. لكن ناخذ موضوعين، موضوع ارتباطها بمشاكل جلدية تظهر، هذا واحد، والحالة النفسية بحكم أنها مزمنة. بالضبط. الحالة النفسية طبعا هذا شيء متوقع، إحنا دورنا في فتح بروتوكولات العلاج أن نحاول نخفف من هذا الشيء عن طريق الإرشاد النفسي. بالضبط. يعني الدعم النفسي. اي بالضبط، الارشاد النفسي والدعم النفسي، كذلك التواصل مع الفريق الطبي اللي يعني لاي منطقه هو يعني يمثلها، وبالتالي من السهل تخفيف حده هذه الحاله. وطبعا الامراض المزمنه لها انعكاسات سلبيه. مساله الحساسيه طبعا احنا نعرف ان طالما الاشكاليه حاصله في الخليه الحمراء فراح تكون متاثره في جميع اعضاء الجسم. يعني عندنا مشكله راح تكون متوقعه في الكلى، عندنا مشكله راح تكون في الكوليثيسيس او الجول بلادر او المراره، طبعا العظام اللي هي تسوي الازمات الألم الحادة. لكن طفح جلدي أو ما يعالج الحساسية هذا ما له أي ارتباط أخي الكريم. هي الفكرة إن إحنا نركز على موضوع الأزمات. إحنا نعرف إن الطفل لما ينولد طبعا ما راح يبان عليه المصاب، أقصد لأن باعتبار إن 6 شهور الأولى راح يكون الهيموغلوبين الجنين اللي إحنا نسميه اللي يتكون من مجموعتين ألفا وتحل معها الجاما محل البيتا، فلما يبدأ اعتماد على الهيموغلوبين الكامل تظهر كل الأشياء. بالضبط. سواء ثلاسيميا سواء سيكل سيل، كل مشاكل برامج الدم. لكن في توفر العلاج الحين الحاصل أو ما يسمى بالبروفلاكسس تريتمنت إحنا ممكن نخفف من حدة هذه الأزمات. العلاج الوقائي. طبعا إحنا ذكرنا الأزمات، إحنا الأزمة المشهور اللي فازل كوليسيف كرايسيس اللي هي مثل ما تفضلتي تأثر على العظام. في أزمة ثانية خاصة بالطحال اللي هي سيكوستريشن، لما يحصل احتقان للطحال بتراكم الخلايا هناك. عندي أزمة التشيست سيندروم، وهذه التشيست ممكن تؤدي إلى يعني مضاعفات شديدة ما لما يتم تداركها بالبداية. كذلك عندي أزمة البلاستيك أو فقدان القدرة على إنتاج الخلايا الحمراء. وعندي كذلك أزمة التكسر العام هيموليتيك كرايسيس. القضية علشان دكتور اللغة كثير حسيتها ثقيلة دخلت على خلايا، خلينا نقول إنه السبب الأساسي إنه الهيموغلوبين الخلايا الحمراء. نعم. ما جاية بيضاوية سهلة تتحرك، صارت من جلية يجيها أي شيء تتراكم. لكن وتمنع إنه أنا أريد أخفف من الخوف لسبب بسيط، إن الأمر من السهل التعامل معه برمجته عن طريق البروفلاكسس وعن طريق الزيارات المتكررة الوقاية. ولن راح يكون في سلبيات. يعني في طبعا لم تجرى أي تجارب العلاج الجيني إلى حد الحين، الناس مكتفية بالنسبة للأنيميا المنجلية. نعم. لكن هذا دكتور، هذا بالنسبة للعلاج الجيني، أنت فتحت باب أنا كثير حابة أنه صحيح. العلاج الجيني أنا أتوقع إن شاء الله هذا أمل المستقبل لكل هذا. المرضى المزمنة. بالضبط. وهذا شيء تحدي في الجانب الطبي إن شاء صحيح. الله السنوات الجاية جايبت لنا أخبار طيبة. بالضبط. طيب دكتور، يعني الناس تعاني مرضات مختلفة. صحيح. الأمراض المزمنة أنا برأيي أنه هي ناخذها كحالة. صحيح. لكن نتعامل معها بطريقة صحيحة نقدر بإذن الله نسيطر على التعقيدات المخرجات السلبية. نعم صحيح. وحتى نقلل بإذن الله عدد الحالات التي عدد المرات التي يعاني منها المريض. بالضبط. اللي هي
ما تفضلتي في المقدمة دكتورة وقلتي على موضوع الفحص قبل الزواج. أيوة أو الفحص بشكل عام، يعني القضية كلها إن بدأت الإشكالية في وجود الأنيميا المنجلية عند الحاملين. في الأزمان الغابرة كان في هجوم حاد للملاريا في منطقة أفريقيا والشرق المتوسط، وبالتالي كانت تحدث حالات وفاة شديدة، فحصلت طفرة ما يسمى بالناتشرال سيلكشن أو الطفرة الإيجابية، الاختيار الطبيعي، أي بأن يكون الشخص اللي حامل الأنيميا المنجلية الملاريا ما تقدر تكمل دورة حياته فيه. صحيح. عشان يعيش الجنس البشري. الإشكالية بدأت لما حاملي الأنيميا المنجلية تزاوجون من بعض، وبالتالي نسبة أن يولد طفل مصاب هنا بدأت تكبر. إذن القضية هو إجراء الفحص، معرفة الاحتماليات، أو ما إذا كان أنت حامل أو شيء الحامل ما يظهر عليه دكتور، وهذا شيء اختياري أنا طبيعي. أتوقع دكتور طبيعي. وراح يساعد كثير. صحيح. راح يساعد كثير، ولكن إن حصل يعني أن صار أن تزاوجوا مثلا اثنين حاملين الأنيميا المنجلية، هناك عدة حلول ممكن. صحيح. هي صعبة. صحيح. هي مرهقة، متعبة، مكلفة، ولكنها موجودة. صحيح. ويجب أن نذكرها، وممكن تشخيص هذه الحالة في الشهور، في الأسابيع المبكرة والشهور الأولى. نعم. من الحمل. نعم، عندنا التقنيات الحديثة، إحنا ما راح ننتظر لحد 6 شهور وغيره إذا حسن. ولكن الأجهزة الموجودة حاليا في المستشفيات اللي هي أجهزة HPLC. صحيح. حتى السوليوبلتي تيست هذا اللي موجود في المراكز، مجرد المرونة حتى بالضبط يساعد كثير. صحيح. أحيانا دكتور، أحيانا أنت تعطي نصيحة اللي هي قبل الزواج أو إرشاد وراثي، تكون النتيجة مش واضحة، بأن يكون فيه هيموجلوبين آخر مصاب مع الأنيميا المنجلية. صحيح. هنا نحتاج نعمل ما يسمى بالتحليل الوراثي الجزيئي من أجل إعطاء النصيحة الصحيحة اللي راح يبنى عليها قرارات مستقبلية. صحيح. دكتور، أول شيء كلامك كلش بالفعل جميل، وموضوع أنا كثير أرفع إيدي معاك، موضوع الفحص ما قبل الزواج. بالضبط. هذا كثير. صحيح. أنا كثير يهمني. صحيح. وأحس إنه بالفعل هذا شيء حلو نسوي نجرب، يعني احنا ما بنخسر شيء، مجرد ان احنا نطمئن انه خلونا من الامراض الوراثيه. صحيح. ومن ضمنها مرضة الدم الوراثية، خلوه الطرف الثاني من هذه المرضة إن شاء الله، ولو لا قدر الله كانت موجودة أقل شيء الشجرة الوراثية تكون حددت، وبالتالي الاختيار بعد ذلك مفتوح. صحيح. إحنا أنا يعني دكتور، إحنا تجربتنا في عمان مختلفة. إحنا حقيقة نراهن على موضوع الوعي والتوعية والتثقيف. لن يكون هناك ناتج إيجابي ما لم تهيئ الأرضية قبل، عن طريق نشر الوعي والتثقيف الصحي. صحيح. واحنا طبعا احنا يعني نفتخر احنا كعمانيين احنا نتلقى المعلومه الصحيحه ونبحث عنها. صحيح. يعني الحالات اللي تجي والعوائل اللي يزوروني في المركز تلقاهم شغوفين بمعرفه ويريدوا فعلا يعرفوا ايش اللي ممكن يصير والاحتماليات، لدرجه احنا دخلنا تقنيات جديده في الارشاد الوراثي في المركز. الله. ناخذ المكالمه. أيها. السلام عليكم. ايوه. وعليكم السلام. حياك الله اختي الكريمه. اهلا دكتوره. حياك الله. الحمد لله بخير. تفضلي. حياك. سؤال. تفضلي. حياك الله. تفضلي. بس بغيت اعرف، هل جي 6 بي دي اللي هي نقص الخميره، ايه، في مجال انها تتحول الى انيميا منجليه؟ لا، بس انا ما بعطي للدكتور الاجابه. لا طبعا، هذا وهذا كل واحد غير. يعني قصدك الجي 6 بي دي يتحول الى انيميا منجليه؟ ايوه. لا عيوني، لا لا لا. طيب ليش سؤال؟ طيب هذا السؤال ولا عندك أسئلة أخرى؟ هذه فقط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، حياك الله. أقول لشيخي، ممكن أستفسر عن أعراض هذا المرض الأنيميا المنجلية؟ تمام إن شاء الله. حاضر. شكرا. حياك الله. شكرا أختي. سؤال لا، على اساس ما نلخبط احنا اخواننا. أيه. بالعكس، احنا نريد لما نتكلم ونوعي باذن الله تكون الموضوع. صحيح. سلم خبرني، احنا عندنا مرافض الدم الوراثيه 3. أيه. غير عن 3 زايدات، بس المنتشره في الصوره المعروفة اكثر. نعم. 3. واحد انيميا منجليه، انيميا البحر الابيض المتوسط اللي هي الثلاسيميا، ومرض نقص الخميره والمرض الفولي. ولا واحد ينتقل من الثاني ابدا ابدا، لانه كل واحد ليه. لا، لان نقص الخميره هو مرتبط بجنس المورث. صحيح. بينما ذاك من امراض متنحيه، بس كنا نفضل لو نعرف معلومات اكثر. على العموم انت جاوبتيها دكتور، فعلا لا يوجد رابط او انتقال كذا. طيب خبرنا عن الاعراض كيف تظهر. احنا مثل ما قلنا ان بعد 6 شهور من العمر بالذات، لما يروح الهيموجلوبين الجنيني ويبدا الاعتماد على الهيموجلوبين الاصلي، هنا تبدا الازمات. واول ازمه تظهر معه ما يسمى هي نتيجه برضو الفازوكليوسيف داكتيلايتس، يحصل تورم في اليدين وفي الرجلين مع الام شديده. هناك نبدا نحس ان قد يكون هذا الشيء، ثم نجري الفحوصات وندخل في المجال الاخر. طبعا كل الاجهزه معرضه ان تتاثر مع الزمن. احنا قلنا البلمونري او الصدر، احنا قلنا الكلى، خفف شوي لغه الطبيه الله يخليك. الكبد تتاثر، المراره تتاثر، يعني اجهزه الجسم كله. وطبعا اخطر شيء موضوع الستروك، او صحيح. اللي يحصل ان مثلا يحصل زي انسداد في الدماغ،
لنفس الفكرة، هي الفكرة عبارة عن زيادة اللزوجة، عدم قدرة الخلايا الحمراء بمرور الشعيرات، وبالتالي كل الأعضاء في الإنسان متوقع أنها تتأثر، وإن شاء الله ما توصل لهذه المرحلة. والحل ذكرتي دكتورة هو الإكثار من شرب السوائل بالنسبة للمصابين مع أخذ الأدوية اللي احنا نوصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بخير يا دكتورة. مساء النور، حياك الله. كيف حالك؟ طيبين الحمد لله. الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب الحمد لله بخير. حياك الله، تفضل. الله يفضل عليك. اللهم آمين. أنا بغيت بالنسبة طبعا إيش توجيهكم للمريض للأنيميا في حال الزواج؟ طبعا في ناس كثير يعني تمتنع عن هذا، صحيح، ما توجيهكم؟ وبالنسبة للوقاية كذلك. بارك الله فيك، بارك الله فيك، والله سؤال جميل جدا إن شاء الله. صحيح. تسلم تسلم دكتور. احنا طبعا في هذا الموضوع الاختيار طبعا هذا يروح للأطراف المسؤولة عن هذا الموضوع، نعم، اللي هم الفاحصين. نعم. أيوة. من ناحية الطبية، لو لا قدر الله طلع هنالك شخص مصاب ونسبة الإصابة مصاب، بارك الله فيك، يعني حامل للجين، حامل، عفوا، وتم كذلك الفحص على الطرف الآخر وظهرت نسبة أنه مش حامل أو ظهرت نسبة أنه حامل، سوينا الشجرة دكتور سلم؟ يعني هي إحنا معروف لو تزوجوا مثلا الاثنين حاملين نسبة الإصابة تكون 25%، بمعنى إن من كل أربع ولادات واحد مصاب. مصاب. لو تزوج مثلا شخص مصاب وواحد سليم واثنين حاملين، أي بالضبط، يعني هي ينطبق عليها نفس اللي ينطبق على الوراثة المتنحية. يعني مصاب مع سليم راح يكونوا كلهم حاملين، مصاب مع مصاب راح يكون كلهم مصابين. هناك بعد في إشكالية ثانية، هو ممكن يحصل الجمع بين الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. هنا يعني قد يظهر الطفل المصاب إما حامل للأنيميا المنجلية أو مصاب للأنيميا المنجلية، اعتمادا على وجود سلسلة البيتا هذه احنا اللي نطلق عليها في الفحص الموليكولر جينيتكس أو الوراثة الجزيئية البي بلس، أي وجود كميات البيتا تحول إلى حامل. يعني هو عنده ثلاسيميا لكن أعراضه حامل للأنيميا المنجلية. هذه الأربع الاحتمالات المعروفة للأنيميا المنجلية. أنا بس أحب أوصل رسالة إن يعني أي حد عنده في العائلة مثلا أو سمع مرض حتى لو كان سليم يعني عند أنيميا منجلية، أقرب مركز صحي يتولى، صحيح صحيح، وسوء الخدمة موجودة. أعطينا نصائحك دكتور بالنسبة للمصابين. المصابين يجب الالتزام من بداية التشخيص بالبروفلاكسيس تريتمنت اللي هي البنسلين اللي تعطى، اللي هو العلاج الوقائي. نعم. الذي يؤخذ ولو حتى ما عنده اي مشاكل طبعا صحية. لان هذا راح يخفف عليه الازمات، لان احنا ما ندري الازمه القادمه وين بتكون. احنا عندنا الجلطه الدماغيه، عندنا الامراض الصدريه اللي هي تشيست سندروم وغيره. كذلك يجب ان يعلم ان في مرحله من مراحل الطحال طبعا اللي هو الدور في المناعه راح يتاثر ويفقد وظيفته، وبالتالي لازم ينعرض له على جدول التطعيمات. صحيح. الحين هذا ادخلناه جديد، طبعا في ادويه جديده تم استخدامها اللي ادويه الهيدروكسيوريا، وهذه جدا مفيده، ترفع ال اتش بي اف او هيموجلوبين الجنين، وبالتالي تقلل فرص حدوث الازمات. بمعنى بالمختصر البروتوكول مختصر انه تكون هنالك استمرار مداومه مع الفريق الطبي. هذا 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 لب الامر. دكتور مسلم شكرا جزيلا على هذه المعلومات الطيبه، اتمنى اخواننا واخواتنا ان بالفعل ان شاء الله استفادوا منها. ان شاء الله. شكرا دكتور، واشكر التلفزيون السلطنه طبعا على الاستضافه. شكرا، بارك الله فيك. اخواني واخواتي شكرا جزيلا، وأتمنى إن شاء الله أنه الموضوع اليوم نال على استحسانكم. طبعا لاحظت أنه كثير كمية المكالمات اللي جاية، وهذا يدل على أنه بالفعل هذا الموضوع كثير يهم الناس أنها تسمع عنه. إن شاء الله على أمل لقاء معكم وحلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله، والسلام عليكم. شكرا لك الدكتورة فنان الفن العريمية على هذه الوقفات والمعلومات الصحية والطبية اللي تشكل غاية في الأهمية. نحن طبعا يعني دائما مترقبين لهذه الموضوعات، وأكيد المشاهدين كلهم حتى يتفاعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي. إذن مشاهدينا نحن مستمرين معكم في حلقة الليلة من برنامج من عمان. تقريرنا القادم راح يأخذكم إلى صندوق الرفد، هذا الصندوق المهم اللي يشكل عائد اقتصادي للوطن أجمع. بعد ذلك بعد هذا التقرير سيكون معنا الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد اللي راح يفصح عن مجموعة من المشروعات لأول مرة حصريا في برنامجكم من عمان بعد هذا التقرير. انطلاقا من نظرة ثاقبة ترنو نحو مستقبل أفضل لأبناء الوطن،
وامتدادا لقوافل الخير والعطاء التي تنطلق من قلب مؤمن بدور أبنائه في مسيرة التنمية. جاءت التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء صندوق الرفد الذي بانت بشائره في ندوة سيح الشامخات المنعقدة في يناير من العام 2013. بادرة كانت كبارقة أمل لاحت في الأفق لرواد الأعمال لإزالة العوائق التي تقف أمام الشباب العماني الطموح، ولترى إبداعاتهم النور ومنحهم فرصة مؤاتية للتعرف على الإمكانيات الهائلة في قطاع المال والأعمال، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة وتنمية رؤاهم نحو ثقافة الابتكار والاستثمار. وبطموحات الشباب العماني وبقدراتهم الخلاقة ثم بالدعم الحكومي المتمثل في صندوق الرفد، سوف يستطيع الكثير من الشباب العماني المساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل تحقق الرفاهية للمواطنين. مشاهدينا مجددا في حلقة الليلة من برنامج من عمان، تابعتم هذا التقرير. صندوق الرفد اليوم نتكلم عن أكثر من 1000 مشروع موله هذا الصندوق بدءا من تشغيله الفعلي في العام الجاري 2014. اليوم نتكلم عن نماذج كثيرة لمجموعة من الشباب أصحاب مؤهلات علمية بكالوريوس وأصحاب أيضا مؤهلات الدبلوم العالي، اليوم هم فقط في مشاريعهم الخاصة بعد أن استفادوا من صندوق الرفد. أيضا سنستعرض نموذج لشاب عماني يوظف أكثر من 15 شاب وهو أيضا يستفيد من صندوق الرفد. كل هذه التفاصيل مشاهدينا ستتعرفون عليها من خلال وجود ضيفنا العزيز في الدقائق القادمة، الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد الأستاذ طارق بن سليمان الفارسي. أستاذ طارق مساك الله بالخير، سعيد جدا بوجودك. سرور مشكور، الله يرحمك، حياك الله. يعني الشيء اللي يثلق الصدر فعلا في صندوق الرفد ان الشباب بدات تصل اليهم هذه الرساله. صحيح. ترى لغه الارقام لغه واقعيه وفعليه، اليوم نتكلم عن مئات وعشرات الملايين التي تسند الى هؤلاء الشباب حتى يستفيدوا من هذه المشروعات. استاذ طارق، اذا بدانا اردنا ان نبتدي هذا الحوار بالحديث بلغه رقميه. ما هي الارقام؟ ما هي الاحصائيات؟ كم عدد المشاريع التي ممولت؟ كم هي ايضا حتكون برامج مختصة مجالات ايش؟ المجال السياحي. ممتاز. هناك حيكون برنامج خاص للسياحة، وكذلك هناك برنامج خاص للصناعة. ممتاز. وكذلك هناك برنامج خاص للتوكيلات التجارية
تزامنا الحقيقة مع القانون الجديد اللي طلع في فترة وجيزة في مرسوم من سامي. والحمد لله رب العالمين احنا حقيقة متأملين ان وجود حزمة ثانية من برامج صندوق رفد راح ستطرق الكثيرين يتساءلوا في مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاريع النقل وقطع الغيار. لكن قبل ذلك بناخذك الى هذا التقرير، واحد من نماذج الشاب اللي مصنع ألومنيوم، يعني من يتوقع ان شاب عماني استفاد من صندوق الرفد من خلال هذا المشروع؟ نتابع مشاهدينا، بعدها نستكمل حوارنا مع الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد. طبعا فكرة المشروع جاءت من ورشة ألومنيوم أمتلكها أنا وأخوي، صارنا فترة طويلة، فقدم لنا صندوق الرفد مولون المشروع بالاشتراطات الموجودة عندهم، والحمد لله بدينا في المشروع. يتكون المشروع هو من بيع منتجات الألومنيوم بكامل أنواعها، من تقريبا من 150 نوع، وأيضا نفس الشيء الزجاج. يتوفر حاليا بعدد 3 موظفين عمانيين، وبإضافة إلى الأعمال الواقع. يعني مشروع مفرح، ورشة ألومنيوم بأيدي عمانية وإدارة عمانية. هل فعلا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ فعلا أنتم متأكدون في صندوق رفد أن الشباب العماني هم من يديرون مشاريعهم؟ وأكثر من ذلك حقيقة. طبعا الشاب اللي استفاد من صندوق رفد وفتح معمل ورشة ألومنيوم، هذا جزء بسيط من اللي نحن مولناهم. طبعا هناك قطاعات كثيرة وعديدة نحن مولناها في صندوق رفد، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن احنا نبرزهم في الشهور القادمة إن شاء الله. في على أساس أن احنا دائما نعول أن صندوق رفض نجاح، دائما يعتمد على نجاح صاحب المشروع. طيب كنا نتساءل حول مشاريع قطع الغيار ومشاريع النقل. كثير من الشباب الآن يعني السيارات أصبحت يعني صحيح. طبعا صندوق رفض مولت لهذا اليوم أكثر من 243 بمختص في نشاط النقل. ممتاز. والمثير للدهشة حقيقة هؤلاء اللي هم استفادوا من صندوق رفض في حالتين من الاستفادة من صندوق رفض، تم دفع القروض كاملة. طبعا هذا دليل على أن هناك جدية حقيقية في أخذ القروض وكذلك إعادة دفع القروض كامل. بالكامل. كم قروضهم تقريبا؟ كان واحد ما يقارب 30,000 والآخر على مجاف 50,000 للعماني. طبعا هم استفادوا بعقود مع سنوية مع شركات نفط. نعم الحقيقة نحن يعني انبهرنا حقيقة بهذا الإنجاز اللي قاموا فيها أخواننا في صندوق رفض وكذلك رواد الأعمال. طبعا هناك حالات أخرى في مجال طبعا اللي هو توكيلات التجارية. يعني تمولوا إلى درجة كم؟ إلى حد سقف اللي أكبر سقف ممكن يمول؟ إلى 100,000 ريال عماني. نعم. وأقل وفي ناس قدمته. في ناس أخذوا 10,000 ريال عماني اللي هم استفادوا من صندوق رفض. في بعض الحالات طبعا اللي هم أخذوا 100,000 في مشاريع كذلك مميزة، أتمنى نستعرضها إن شاء الله. راح نستعرض مجموعة من المشاريع ويمكن لأول مرة يشاهدوها مشاهدين، وحتى يعني في الحلقات القادمة نحاول مثلا نستضيف هؤلاء الشباب اللي أدوا بقروضهم بشكل كلي. لكن ناخذ إلى هذا الوقفة مع هذا المشروع. إذا مشاهدين نستعرض مشروع أيضا من المشاريع اللي مولت عن طريق صندوق رفض واستفادت أيضا هي الأخرى من هذه المشاريع ومن هذا التمويل. فكرة مشروعي هي توريد الأجهزة الطبية وأجهزة الأمن والسلامة وتجهيز المختبرات الطبية. الخدمات التي يقدمها مشروعي هي توريد الأجهزة الطبية وتوريد الأجهزة الأمن والسلامة مثل الكبرولات والهلمت وسيفتي بوت وسيفتي جلاس والهاند جلاس، ويستهدف هذه شركات النفط والغاز وشركات المقاولات. مستقبلا أتمنى أن يكون عندي مصنع لإنتاج ألبسة الأمن والسلامة. أخيرا أشكر صندوق الرفض على الدعم التمويلي لمشروعي وكل الخدمات التي يقدمها صندوق الرفض. إذا هذه المرة أجهزة طبية، يعني والقطاع الطبي والقطاع الصحي قطاع في غاية الأهمية. لكن هناك سؤال يعني يخطر في بال الكثيرين فيما يتعلق بموضوع الاشتراطات، كيف أنتم في صندوق فعلا تتأكدون من أن هذا الشاب هو شاب جاد أيضا في هذا المشروع؟ طبعا شروطنا بداية هي واضحة حقيقة، وإحنا حتى عملنا ورش مكثفة نقوم فيه بشرح الشروط اللي هي شروط التمويل في صندوق رفض. طبعا احنا قمنا بوضع شروط مرنه وسهله اساس ان احنا نحاول ان كذلك نحاول قدم كان نمول اشخاص مجادين. في بعض الحالات حقيقه عندهم جديه كبيره وعندهم عزيمه واصرار في فتح مجال او نشاط معين، ولكن ما عندهم طريقه في تخطيط او مثلا ما عندهم طريقه في عمل دراسه الجدوى. نعم. طبعا هناك تعاون كبير بيننا وبين الهيئه العامه لتنميه القطاع الصغير والمتوسط حقيقه، فهم يقومون بتدريبهم وكذلك في إعطائهم استشارات لازمة
في تعذير لدخول اللجنة في صندوق رفد. طبعا هناك حالات عدة الحمد لله احنا ما وجدنا متاعب معهم لانهم كانوا مشاريعهم قائمة، كانوا يحتاجون الى تمويل الى توسيعة الاعمال الموجودة عندهم. الحمد لله رب العالمين قمنا بتمويل اكثر من 50% من باحثين العمل، وكذلك 50 اخرين اللي هم مشاريعهم قائمة. ممتاز. إذن يعني كل ما على الشاب الجاد اللي باحث عن عمل أن يتواصل معكم في صندوق الرفد عبر مجموعة الفروع اللي راح نتكلم عنها أيضا في الوقفة القادمة. هناك أيضا الآن مجموعة من الفروع اللي دشنتوها. نعم. في صندوق الرفد. نعم. فرع في مسقط. نحن قمنا بتشين خلال العام 2014 أربع فروع رئيسية، طبعا هي في مسقط وظفار وكذلك شمال الباطنة في صحار، وكذلك اللي هو في جنوب الشرقية اللي هي في صور. نعم. ومتأملين حقيقة نحن ندشن فرعين آخرين في الشهور القادمة أو حتى في الأسابيع القادمة حقيقة، مسندم تكون وكذلك البريمي طبعا لموقعها الاستراتيجي كذلك، وهناك كذلك طلب كثير على صندوق رفد. وهناك خطة أخرى طبعا وضعناها في 2015، إذا احتاجت الحاجة نحن نفتح فروع زيادة في 2015 بإذن الله. إضافة طبعا إلى صندوق المتنقل أيضا طبعا صندوق رفد المتنقل. طبعا صندوق المتنقل هي الأولى من نوعها في سلطنة عمان، والحمد لله والمنة احنا قدرنا ننجح بنجاح باهر في صندوق المتنقل، وهي عبارة عن يعني مركبة مجهزة بكل وتتنقل من محافظة إلى محافظة. حاليا قمنا ب هذه الصورة اللي على الشاشة الآن لهذا الصندوق. نعم. صندوق الرفد المتنقل ويجوب مختلف محافظات السلطنة، وصلت الوسطى وصلت الظفار، وحقيقة راحوا كانوا في مسندم وظفار ومسقط والوسطى، وحاليا حيكون كذلك إن شاء الله في المنطقة الوسطى قريبة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نعم. ستطارق يعني إحنا ما نريد نؤكد عليه فعلا أن الكثير من المشاريع اللي مولت على صندوق رفد بدأت بفكرة واليوم أصبحت يعني. نعم. حتى ماركة عالمية يعني. الوقفة القادمة الفيديو القادم راح نشاهد شاب عماني. نعم. كان يعمل في إحدى الجهات والآن أصبح فقط متفرغ لعمله، أصبح أيضا مشاهدينا يؤسس لماركة خاصة فيه في مجال المطاعم. نتابع هذا التقرير. باشن كافيه مطعم براند عماني، أول براند عماني يكون يقدم أكلات بالطريقة الإيطالية والأمريكية بس بأسلوب وطابع عماني، والحين إن شاء الله ناويين على تكبير المكان بحيث أن الكستمر يأخذ أريحيته أكثر، إن شاء الله نوصل للعالمية يعني. إن شاء الله أتمنى أنه يوصل لبرع هالمطعم، بدل لا تجي المطاعم من برع يطلع شيء من عمان لبرع. والحمد لله ونشكر صندوق رفد على الدعم والمساندة والوقفة اللي وقفوها معانا والمساعدة اللي قدموها لنا، شيء كبير ما بنخذلهم إن شاء الله وما بنخذل. أمر مفرح فعلا، ولأن باشن كافيه يستاهل يعني يستاهل هذا الدعم، هذا الفرع موجود وهذا المطعم موجود في الخوض. دعوة لكم جميعا لدعم مثل هؤلاء الشباب للاستفادة أكيد من مختلف الخدمات اللي قدموها بأفكارهم البسيطة يعني. طبعا هو كان موظف أتوقع. نعم. حذيفة طبعا هم هو قصة يعني جدا لفت انتباهي، لأنه هو كان موظف في أحد البنوك المصارف، وعنده كذلك شركاء في المقهى، هم ثلاثة موظفين كانوا. طبعا بعد التمويل مباشرة بعد موافقة اللجنة الرئيسية للقروض تم استقالتهم فورا، وبدأ في تدشين مشروعه اللي هو فعلا حقيقة مفخر لنا. حاليا هو موجود في الخوض، ولكن أثناء زيارتي له حقيقة أنه ما حصلنا حتى مكان ندخل عنده لأن كان فيها زحمة، يريد حسده على الهواء بس ما الله يحفظه إن شاء الله ويزيده. فنحن حاليا بنتقل إلى مكان آخر إن شاء الله لأنه مكان أوسع وأكبر. طبعا حذيفة من الأمثلة الناجحة عندنا في صندوق رفد، والكثير منهم إن شاء الله تعالى. لأن ما شاء الله يعني الواحد لما يزور أتوقع هم فتحوا فترة مسائية بس. هو حاليا طبعا فتحوا فترة صباحية. صباحية قريبا يبدو أعتقد في نهاية الشهر 12 يعني محتمل في يناير يبدأون في فترة صباحية إن شاء الله. ما شاء الله والزحمة عندهم كبير يعني. دعوة لكم مشاهدينا اللي لسه بعد ما تعشى إنه يزور هذا الفرع، فرع باشن كافيه، ويستفيد طبعا من مختلف الخدمات اللي يقدموها. طيب ستطارق يعني في أيضا نقطة في غاية الأهمية. نعم. الآن تمولتوا هؤلاء المشاريع. نعم. مولتوا أمثال حذيفة والباقين، هل هناك متابعة أنهم فعلا يعني نفذوا الخطوات المطلوبة منهم، استفادوا؟ يمكن هم تعيقهم بعض العوائق بعض الصعوبات. أكيد. يحتاجوا إلى استشارات أيضا تقدم لهم. أكيد طبعا في اجتماعنا اجتماع مجلس الإدارة الأول قمنا حقيقة بوضع آليات واستراتيجيات صندوق رفد. نعم. وطريقة عمله في المستقبل. من ضمن الأشياء احنا عملناها أسسنا مديرية خاصة، مديرية عامة هي تعني بالدعم والمساندة، تقوم المديرية بزيارة دورية لمدة لأربع مرات يعني في سنة لكل مشروع.
ممتاز. وطبعا يختلف من مشروع لمشروع، فبعض المشاريع يمكن يعني يحتاج الى متابعات اكثر في الشهر، وفي بعض المشاريع تحتاج الى يعني كثره الشهور زياره. ممتاز. طبعا المديريه العامه للدعم والمسانده فيها مدير عام حقيقه وفريق متكامل. ممتاز. يقومون بمتابعه مشاريع ميدانيه خلال وجود خبراء ومستشارين ايضا. اكيد طبعا. وكذلك طبعا من ضمن مهامهم اللي تكون نوع من التدقيق لحساباتهم، وكذلك اسناد لهم اعمال اذا كان هناك اي دعم يحتاجون دعم فني او دعم اداري او دعم تسويقي. كذلك طبعا هناك تحديات كبيره، خلينا نكون واضحين واقعيين. صحيح. طبعا المديريه العامه قامت بدور كبير حقيقه في الحقيقه في تسهيل وتذليل الصعوبات لهؤلاء الشباب. نعم. طيب يعني على ذكر هذه الفكره اللي ذكرتها موضوع الصعوبات والتحديات، هل وصلنا الان الى نسبه مرضيه ان هناك قناعه واقعيه بان هذه المشاريع فعلا تعيد لي دخل وربح شهري؟ يعني كثير من الشباب الان يتجهوا بعد التخرج من المؤسسات التعليم العالي هم يلتحقوا بوظيفه حكوميه. نعم. تعرف طارق الراتب الثابت الضروري، القروض البنكيه، بناء المنزل، فهل هذه المشاريع ممكن تشكل لهم كل هذه العوائد وتحقق لهم كل هذه الطموحات؟ طبعا انت تعرف اخ راشد ان من ضمن نجاح اي مشروع يحتاج الى بيئه مناسبه. صحيح. لفتح في اي مشروع سواء كان مشروع تجاري او خدمي او صناعي او زراعي او سياحي. والحمد لله رب العالمين احنا اليوم نتكلم عن مرور سنتين بعد الندوه رصيح الشامخات، ورأينا كثير من الصعوبات بدأت تتذلل لرواد الأعمال، سواء كانت هناك إجراءات حكومية أو كانت إجراءات في القطاع الخاص، بدأت الأمور يعني بدأت تسهل لهم وبدأت تستوضح لهم حقيقة. طبعا تخطيط سليم هو دائما هو مفتاح نجاح لأي مشروع. صحيح. وطبعا دراسة الجدوى طبعا يعني بدراسة السوق ودراسة التحديات في السوق. فنحن دائما نحث هؤلاء الشباب اللي هم رواد الأعمال ورائدات الأعمال كذلك بالتخطيط السليم لكل مشروع قبل البدء فيه. طبعا هناك آليات وهناك طبعا تخطيط مناسب. طبعا وجد صندوق رفد لدعم هؤلاء ماديا وكذلك فنيا. جميل. طيب الان ما هي المشاريع القادمه اللي من الممكن ان يعلن عنها صندوق الرفد؟ نستثمر وجودك في برنامج من عمان حتى يعلن عنها رسميا مثلا في الفتره القادمه تخص اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه. طبعا المشاريع هذه حتكون نحن في الحزمه الاولى دشنا اللي هي مشاريع اللي هي المورد وتاسيس وتعزيز ورياده. نعم. تعني بكل فئات المستهدفه لصندوق الرفد. والآن ارتئينا أن ندشن برامج خاصة تعني بالقطاعات المهمة في سلطنة عمان اللي هي ذكرناها من سالفا اللي هي السياحة والصناعة وكذلك التوكيلات التجارية، وكذلك هناك تمويل خاص حيكون بإذن الله تعالى للطلبة طلبة المدارس. نعم. كيف شكل هذا التمويل؟ طبعا كان هناك تعاون بيننا كثيف وحثيث بيننا وبين وزارة التربية والتعليم حقيقة. ممتاز. يكون هناك لجان مشتركة بيننا وبينهم باختيار الطلبة اللي هم فعلا متناسبون مع الأعمال. نحن ما نبغى الطلبة في النهاية يعني ما يركزوا في دراستهم، فهناك شروط معينة، هناك كذلك بعض الاشتراطات البسيطة، ولكن يكون هناك نوع من يعني وضع نوع من الشروط والضوابط اللي هي نحن نحد من الظاهرة هذه، لكن في النهاية هي يعني دعم فني مالي بشكل كبير وفني بشكل اكبر ان شاء الله تعالى. طيب يعني اليوم نحن لما نتكلم عن المشاريع الصغيره والمتوسطه ونضرب مثالا بمثلا الولايات المتحده الامريكيه ولا الصين ولا اليابان، نذكر انها تشكل ما مقداره اكثر من 80 او 75 الى 80% من الدخل القومي لتلك الدول والعائد الاقتصادي لتلك الدول. هل شبابنا الان وصلوا الى مرحله من الوعي والادراك فعلا ان المستقبل نحو المشاريع الصغيرة المتوسطة، أن صندوق الرفد بكل هذا التمويل وبكل هذا الدعم السخي من جلالة السلطان المعظم سيحقق لهم كل طموحاتهم؟ والدليل على ذلك الأعداد الكثيرة اللي حقيقة قدموا إلى صندوق الرفد. هناك أكثر من 25 ألف مراجع لصندوق الرفد من بداية العام 2014 لغاية أكتوبر، والأرقام في تزايد. ولكن أهم من كل هذا طبعا يكون شخص متفرغ، لأن التفرغ نحن مؤمنين بأن التفرغ هو أساس النجاح، لأن يكون تركيز أكبر في المشروع. طبعا نحن كذلك لازم نأكد أن لأي مشروع سواء كان مشروع صغير أو كبير التخطيط لازم وإجباري. وتخطيط طبعا التخطيط من جهته
ونحن عندنا تمويل ومساعدته في التخطيط طبعا وكذلك الدعم والمسانده. لكن تعرف استاذ طارق ضروري ايضا انكم تتواصلوا مع مؤسسات التعليم العالي الجامعات والكليات انكم ترشدوا هؤلاء الطلاب الخريجين، ترى ما الفرص فقط في القطاع الخاص صحيح. في القطاع الحكومي الفرص موجوده معكم في الصندوق ايضا. نحن حاليا قمنا بورش عمل في خلال هالشهر طبعا بالتركيز على الجامعات والكليات. هناك حقيقه هناك اقبال كبير طبعا. صندوق رفد لغايه اليوم يعني ما يوازي 50% من مستفيدين صندوق رفد هم من الفئات الجامع اللي هم خريجين جامعيين وهذا شيء مبشر حقيقه. اما الفئه الثانيه 50% ممتاز. طبعا هذا الشيء طبعا يفرح ونحن متاملين في 2015 باذن الله الاعداد راح تزيد. وطبعا دائما الفئات الجامعيه يعني بعد التخرج دائما يجي له نوع من التوجس انه وين يتقدم وين يروح. لازم نحن طبعا عندنا حالات كثيره اللي هم تخرجوا من الجامعه واليوم الحمد لله دخلهم الشهري ما يقل عن 1000 ريال. جميل. طبعا هذا دليل واضح ان هناك تخطيط وهناك اختيار مناسب للنشاط. جميل. يعني الان الموقع الالكتروني الخاص بصندوق الرفد يجيب على كل هذه التساؤلات، لكن الكثير من التفاعل والتغريدات في تويتر تطالبكم بوجود كول سنتر، بوجود مركز اتصالات حتى تجيب على اسئلتهم واستفساراتهم. الحمد لله. طبعا احنا في اجتماعنا الاخير كذلك مجلس الاداره صندوق الرفد قاموا كذلك بتبريك تدشين صندوق اللي هي مركز اتصالات رواد الاعمال وهي الاول من نوعه. طبعا حتكون هناك تقريب وتسهيل التواصل بين صندوق رفد وبين المستفيدين من صندوق رفد وكذلك اللي هم حابين انهم يستفيدوا من صندوق رفد. طبعا المركز اتصالات لرواد الاعمال راح ندشنها خلال الاسبوع القادم باذن الله تعالى، وراح يكون طبعا هي نقله نوعيه لصندوق رفد وراح يعني نسهل حقيقه العمل في صندوق رفد. اذا مثال اذا كان هناك مثلا استفسارات ففي خط خاص استفسارات، اذا كانت هناك مثلا في شكاوى لا سمح الله طبعا شكاوى دائما تجي عندي مباشره حقيقه. نعم. اذا كانت هناك طبعا يعني ملاحظات نوع من اقتراحات كذلك ناخذها من رواد الاعمال. جميل. احنا نرجو لكم كل التوفيق ان شاء الله، نرجو لكل اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطه اللي استفادوا من صندوق رفد ايضا مزيد من التقدم وتطوير نماذج كثيره، يمكن ابرزهم نموذجا المنتشر في الفتره الاخيره المهندس خالد البلوش اللي اصبحت لديه مجموعه كبيره من الحدائق والمشاريع ويعني المشاريع اللي مولت عن طريق صندوق الرفد. نحن نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وايضا كلنا على ترقب للندوه القادمه، ندوه متابعه قرارات سيح الشامخات. شكرا لك على وجودك معنا الاستاذ طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. نورتنا. بارك الله فيك. شكرا. إذن مشاهدين أيضا في موضوع اقتصادي مرتبط بصندوق الرفد، سوق مسقط للأوراق المالية يحتفل بمرور 25 عام على تأسيسه، تأكيد على تنويع مصادر الدخل وإضافة هذا السوق إلى الاقتصاد الوطني. تواصلنا القادم مع الزميل حفيظ جعبوب اللي موجود في هذه الاحتفالية الجميلة، احتفالية سوق مسقط للأوراق المالية بمناسبة 25 عاما على تأسيسه. مساك الله بالخير حفيظ مجددا، وكلنا آذان صاغية لما لديك من معلومات ولما لديك من ضيوف أكيد لمتابعة هذه الاحتفالية الاقتصادية الجميلة. مساك الله بالخير ونور السرور، وأرحب بمشاهدينا الأكارم. 25 عاما منذ تأسيس سوق مسقط للأوراق المالية وهي تحتفل اليوم بيوبيلها الفضي وتكرم رؤساء السوق السابقين والمتقاعدين وبعض الموظفين الذين أكملوا 25 عاما في الخدمة وتكريم الوسطاء وشركات الوساطة المالية. معي الآن الفاضل أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، نبارك لكم احتفالكم باليوبيل الفضي. مراحل من التقنية والتطور شهدتها سوق مسقط الأوراق المالية، ماذا تقولون في هذا اليوم؟ أولا نشكركم ونشكر تلفزيون العمانية البث المباشر على تغطيته هذه الاحتفالية، هي احتفالية حقيقة الكل يفتخر بها، العاملين في سوق مسقط الأوراق المالية الكل شارك في هذا الإنجاز وإنجاز نعتز به. سوق مسقط مرت بمراحل عديدة من التطور والتقدم والتقنية التحسن في التقنية، وبالتالي هذه المناسبة تأتي لتتويج الحقيقة هذا الجهد الكبير من قبل الإخوة العاملين في هذه المؤسسة، سواء من بقى منهم واستمر في العطاء أو من غادر هذه المؤسسة. ونحن حقيقة هنا نحب أن
نشكرهم ونشكر الكل من ساهم في إنجاح هذه المسيرة، مسيرة العطاء، مسيرة سوق مسقط الأوراق المالية. يعطيك العافية، أحسنت، بارك الله فيك. شهد الحفل أوبريت بنات المجد وأيضا عرض بالرمل للمبدع العمانية شيماء المغيرية، وبالإضافة إلى الوصلات الغنائية. معنا الآن أيضا نادر عازر الرئيس التنفيذي لسوق عمان. في البداية، مع تأثر الأسواق العربية بتراجع وانخفاض أسعار النفط العالمية، تقييمكم لأسواق المال حاليا في هذه الفترة أو في هذه الأزمة حاليا النفطية؟ شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. حقيقة الأمر في الأسابيع القليلة الماضية شهدت أسواق المال خاصة في دول الخليج العربي انخفاضا بسبب طبعا هبوط أسعار النفط عالميا. إلا أنه يعني بالرغم من هذا الانخفاض اللي حصل، باعتقادي أنه وصلت الأسعار الأسهم إلى حد أصبحت مغرية للشراء. فخلال الأسابيع الماضية شاهدنا انخفاض إلى حد ما مستمر، حتى يعني معظم المكاسب اللي تم تحقيقها خلال السنة، وإحنا تقريبا يعني حوالي أسبوعين عن نهاية السنة الحالية المالية. فلذلك باعتقادي أنه بما أنه إحنا يعني قريب يعني جدا على نهاية العام، فالمكاسب التي تم تحقيقها خلال السنة للأسف الشديد يعني هذا الانخفاض أودى بهاي المكاسب. إلا أنه الأمر الإيجابي في الموضوع أنه شاهدنا بالأيام القليلة يعني هاليومين الماضيات هون، حسينا أنه في طلب على الشراء، وفي صار كمان جهود من قبل مستثمرين، صناديق، محافظ مستثمرين يعني توجهوا إلى الشراء، وهي نقطة إيجابية جدا حتى أنه السوق إلى حد ما أو الأسواق الخليجية بالتحديد ترجع إلى سابق عهدها خلال السنة بالمكاسب اللي حققتها. وإن شاء الله الله يهون على الجميع، ونشوف اللون الأخضر كمان مرة عم بعم الأسواق في المنطقة. يعطيك العافية نادر عازر الرئيس التنفيذي لسوق عمان. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على الاستضافة كمان مرة. شكرا. هذه الأجواء الاحتفائية تعيشها أو يعيشها موظفي سوق مسقط الأوراق المالية هنا في مسقط أنتر كونتيننتال في الحديقة العامة. أيضا قبل قليل قدم فيلم تعريفي بسوق مسقط ومنجزاته وأهم ما تحقق في مراحل عملي. شكرا لك. ربما كانت هذه نبذة بسيطة في ختام أيضا والوقفة الأخيرة من هذا الحفل. تفاصيل أكثر ربما تكون لديك في بقية المحطات المتبقية من عمر برنامج من عمان. شكرا لك. كلمة والصوت والصورة. شكرا لك يا حفيظ، وطبعا نبارك لي سوق مسقط الأوراق المالية هذه الاحتفالية الجميلة اللي كما يبدو من خلال اللقطات اللي تابعتوها مشاهدين احتفالية متنوعة تتزامن إن شاء الله في الفترات القادمة مع اعتلاء سوق مسقط الأوراق المالية لعافية وصحة واعتلاء الرقم واللون الأخضر إن شاء الله. نحن مستمرين معكم مشاهدينا في حلقة الليلة من برنامج من عمان. بعد الفاصل إن شاء الله ستنورنا الصحفية لميس ضيف للحديث عن موضوعات كثيرة متعلقة بالصحافة، مجالات فكرية ومقالات أخرى راح تتعرفوا عليها إن شاء الله في وقفتنا القادمة بعد هذا الفاصل. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. وأتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، في الهواتف، في استخدامنا للحواسيب، بل وحتى في طريقة تعاملاتنا المالية. صرنا نحول فلوسنا من هواتفنا، حتى كلامنا صار مختصر. ما أقول هذا صح أو خطأ، لكن هذا الواقع. في الشبكات علمنا تويتر نختصر كلامنا في 140 حرف، وعلمنا الإنستغرام نختصر الفيديو في 15 ثانية. وبعد شركات الطيران تشجع للحجز من مواقعها الإلكترونية، تضمن لنفسها بيع التذاكر
وتضمن أنت وجود مقعد لك في الرحلة اللي تريدها. الحياة صارت سهلة ومختصرة، لكن مع هذا صاحبنا جالس ينتظر. أنا؟ أيوة أنت، يعني واضح أنك منتظر من مدة لمعاملة ممكن تنهيها بدقائق وانت في مكانك. لا 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 لا، ما يحتاج تخلي خيالك بهذا المستوى من الفخامة، يعني يمكن تخلص أمورك وانت في المقهى مع أصدقائك أو انت جالس في شارع الكورنيش. أعرف أنه المكان المفضل لك. ياه عيشني الجو، وأنا ليش مطول السالفة؟ أختصرها أحسن. يا سلام، اختصرها أحسن وريح بالك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. جميع ما يلي من مزايا الحكومة الإلكترونية ما عدا: 1- تحسين الكفاءة. 2- الشفافية. 3- تعقيد إجراءات العمل. 4- تقديم الخدمات بشكل سريع. للاشتراك في المسابقة يرجى إرسال رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية: عمان تل 90270، أريد 90604. حياكم مشاهدينا مجددا، وهذه المرة مع آخر المحطات في حلقة الليلة من برنامج من عمان. راح نتكلم عن عمان في عيون الصحافة، وراح نتكلم عن مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالصحفي الشاب، بحرية الصحافة، كيف الشاب الصحفي فقط لا يكتفي بمجرد أن يكتب لأجل المهنة، هناك متاعب كثيرة في هذه المهنة، مهنة المتاعب، لكن كيف يحقق ذاته. كل هذه الموضوعات ونموذج حقيقي لتحقيق الذات من خلال ضيفتنا القادمة، اللي نستمتع بشكل أسبوعي بمجموعة من مقالاتها وتحقيقاتها وكتاباتها المتنوعة. بسكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيفتنا القادمة الصحفية البحرينية لميس ضيف. مساك الله بالخير، سعيد جدا بوجودك معنا. تحياتي وشكرا على استضافتي في البرنامج. الله يسلمك يا رب، حياك الله. نحن يعني أول شيء الكل يستمتع بقراءة مقالاتك الجميلة، خاصة في المجال الفكري في صحيفة الشبيبة في ملحق مزاج، لكن في الفترة الأخيرة بدأتي تكتبي حتى في الصفحات المحلية في الصفحة الأخيرة للشبيبة. صحيح، لأني لما انتقلت إلى عمان مؤخرا وجدت نفسي محاصرة بعدد من الأفكار، وبدأت أعيش الحياة اليومية للمواطن العماني وأشعر أني أنا جزء من هذا الكيان، فصار عندي آراء أني أنا أقولها، فأتحت لي الجريدة يعني مشكورة الفرصة في عمود أسبوعي حاليا، وإحنا ندرس أنه يكون يومي. حلو، إيش تتكلم عن إيش؟ تكتب عن إيش بالضبط عن عمان؟ حاليا هي مشاهداتي وانطباعاتي عن ما أراه في عمان. طبعا أنا يعني تجربتي كانت ثرية، عشت في أكثر من دولة في العالم، هذا الشتات أعطى لنظرتي عمق. وبعدين مثل ما تعرف وأنت أيضا إعلامي وصحفي، إحنا يعني لدينا عين تقرأ ترى ما وراء المشهد. فيعني رغم أن عمان جميلة، ورغم أن عمان يعني نهضتها لا جدال فيها، ولكن هناك أيضا الكثير ما يعني ما يمكن تطويره، ما يمكن تحسينه، وهذا دور الصحافة أنها تلفت الانتباه إلى العيوب أو إلى الثقوب بغية إصلاحها. جميل، طيب نحن يعني قرأنا لك وعرفنا لك أنك انتقلت في أكثر من محطة، كانت محطتك قبل عمان لندن. نعم. في سبب لاختيار عمان، وخاصة أن الواحد يختار أن يمتهن هذه المهنة، المهنة الجادة والمهنة اللي تتطور في العالم، لكن في عمان، في سبب لاختيار عمان؟
والله أنا وقعت في غرام عمان في 2009 في أول زيارة لي هنا، ودائما كنت أراها يعني بيئة مثالية للحياة. بعد ما عشت في العاصمة البريطانية لندن لسنوات كنت أفكر أنتقل لدولة أكثر دفئا، وأنا ما أتكلم عن الدفء في المناخ بل أتكلم عن الدفء في العلاقات. وجدت أن يعني عمان هي المحطة المثالية، هي أقرب البيئات لبلدي البحرين، بل أنها تشبه البحرين التي أتذكرها، بحرين الماضي، بحرين قبل يعني أنا بعد ما أبي أقول صح. عمري لا البحرين الماضي فحبيت أني أنتقل لها، ووجدتها أن هي بيئة واعدة. وبيئة واعدة في المجال الصحفي؟ في المجال الصحفي لا زالت عمان متحفظة، لا زالت يعني لديها الكثير للتقدم، ولكن ما زال التحفظ سيد الموقف. ويعني أنا أحاول أن يعني أهز هذه الشجرة، بغيت أن تسقط بعد الثمار. ووجدت من الصحيفة اللي أعمل فيها أنهم يعني مستعدين، يعني الخطوط الحمراء شوي تتحرك. جميل. طيب يعني اللي أكد هذه الفكرة اللي أنت يعني حابة أنك تمارسيها في السلطنة، أنك في عام 2005 نلت جائزة على مستوى العالم في حرية الصحافة. صحيح، لأن كتاباتي تميزت بالجرأة سواء في وطني البحرين أو في باقي الدول التي كتبت فيها. جميل. أنا أؤمن أن الإعلام ليس مكانا للمجاملة، من يريد أن يجامل عليه أن يعمل في العلاقات العامة. نعم. أما الصحفي يجب أن يكون صريحا، يستهدف مكامن العلة في الوطن لمعالجتها. طيب لكن هناك شعرة دقيقة بين المجاملة وبين الإثارة، يعني الكثير من أيضا الصحفيين يطرحون موضوعات حساسة ودقيقة لأجل الإثارة، لأجل تحقيق سبق صحفي، لأجل أن تضاف إليهم الأعين وتسلط عليهم الأضواء. يعني هذه في النهاية إحنا لا نستطيع أن نرجم في النوايا ولا ندخل في الضمائر. نعم، الموضوع الصحفي المهم كثيرا ما يكون مثير، لأنه يمس حياة الناس، والإعلام إثارة. يعني يعني الإعلام لا تسوء الإثارة، يعني هذا ما ينقص من قيمة الإعلام. صحيح. أن يكون أنت تريد أن تكون جذاب للمشاهد، أنت ما تدفع للمشاهد عشان يراك، أنت يجب أن تجذب ليراك. وبالتالي كما أن الشيف الطباخ الممتاز يقدم أروع ما لديه لكي يعني ينال الرضا، كما أن التاجر يحاول أن يروج بضاعته، كذلك الإعلامي الذي لديه رسالة يجب أن يجعلها بأفضل وأكثر الطرق جاذبية ليستطيع أن يوصل رسالة للناس. هذه إحنا مثل الحقنة تحت الجلد، إحنا أحيانا نعطي الناس معلومات مؤلمة، يعني أحيانا تكون يعني ما نقول حقيقة جافة، فيجب أن تكون بألطف طريقة ممكنة. أحيانا إحنا نستخدم السخرية، الكوميديا السوداء لإيصال أفكارنا، أحيانا نستخدم الشدة، أحيانا نستخدم يعني أن إحنا نلاطف القارئ، المهم أن إحنا نوصل طريقتنا بأي طريقة ممكنة. طيب بما أن هذه المهنة هي مهنة المتاعب، هل تشكل متاعب إضافية أخرى للمرأة الصحفية في طبعاً. الوطن العربي؟ أنا أعتقد أن كل شيء في الحياة، أنا ما أتكلم عن الصحافة الآن، كل شيء للحياة هو أصعب للمرأة من للرجل، سواء كان عمل تجاري، تعليمي، أي شيء إلا العمل المنزلي، يعني تخصص المرأة. يعني أنا أعتقد أن حياة المرأة صعبة بالمطلق، ما بالك لما تكون المرأة تحت الأضواء. لما تكون تحت الأضواء تدفع ضريبة عالية أكثر من غيرها من المهن، تكون محطة الكثير من الإشاعات والأقاويل، بالإضافة إلى ذلك أنها قد لا يقدر رب العمل في كثير من الأحيان خصوصية طبيعتها. فلكي تنال ذات المكان الذي ينالها زميلها يجب أن تعمل في ساعاتها ربما متأخرة أو في ظروف صعبة أو قاسية. فنعم التحديات كثيرة، لكن أنا أعتقد أن من يملك الشغف للعمل الإعلامي يستطيع أن يقفز على هذه التحديات. بالضبط، متأكدا على كلامك. اليوم معنا مدراء تحرير نساء، وعندنا رئيسات تحرير. صحيح. يعني مسؤولات عن وكالات أنباء، يعني في بالضبط. فترة من فترات كانت هناك وكالة أنباء على مستوى العالم كان مسؤول عنها مجموعة من النساء، يعني فتأكيد أن المرأة القادرة تقدر أن تثبت جدارتها. صحيح، يعني مثل كل المهن اللي فيها تحديات، إذا شئت أن تقفز على هذه التحديات، لكن إذا نظرت إلى مهنة الصحافة على أنها وظيفة فإنك ما تستطيع تستمر. طيب، فيها على ذكر هذا النقطة، الوظيفة والمهنة والشغف، كيف الواحد يقدر أن يتميز ما يكون روتيني، يعني الصحفي الروتيني اللي يداوم في قسم من الأقسام فقط يكتفي بنقل الأخبار والفعاليات والمقالات، كيف يستطيع أن يشكل له بصمة؟
أنا أعتقد أن في زاويتين لهذا الموضوع. أولا على الصحف يجب أن تفتح المجال للصحفي لكي يبدأ. أنا أعتقد أن بعض الصحفيين يملكون مواهب، يملكون يعني ما يمكن أن يتميزون فيه، ولكن هناك من يحاصر يخنق مواهبهم بالكثير من التعليمات والكثير من المحاذير، فبالتالي يجب أن يكون المناخ الصحفي مناسب. الشيء الثاني يجب أن يكون الصحفي أيضا مبادر، هو ليس بموظف مثل الموظفين اللي في الوزارات يعني يأتي لعمل ويجب أن هذا، يجب أن يكون هو يتحسس في المجتمع ما هو مهم ويتقفل خبر مثل الجواهرجي اللي يبحث عن الموضوعات الثمينة لكي يطرحها على الناس. طيب يعني من خلال اشتغالك بمجموعة من الصحف اللي خارج إطار الوطن العربي، إلى أي درجة نحن متقدمون طرحاً فكراً؟ يعني ما نتكلم حتى عن يعني ما تبي تسمع عن الجواب. إحنا طبعاً صناعة الإعلام وهي صناعة واقعاً في الوطن العربي متأخرة جدا. لا يهم أن ترى أن الصحف الأوراق طباعتها براقة أو تصميمها جيد أو التلفزيونات فخمة، هذا كله لا يخلق إعلام. المادة الإعلامية، المحتوى الإعلامي لدينا ضعيف. إحنا الإعلام لدينا ليس بقائد. لو تصورنا أن المجتمع هذا مثل العربة، فنحن ليس السائس اللي يقود العربة، إحنا العربة أو الحصان وليس السائس. في دول العالم الإعلام سلطة رابعة، يهاب رؤساء الدول، لكن إحنا في دولنا ليست هناك هيبة للإعلام. يعني هذا أنا أقولها بكل أسف، لكن هذا شيء مؤقت. في يوم من الأيام هذا التابو سيكسر، والطاقات الشبابية التي تدخل الصحافة يوما بعد يوم تحاول أن يعني تتجرأ وتكسر هذا التابو لتخلق واقع إعلامي مختلف. وسائل التواصل الاجتماعي تجبرنا اليوم على ذلك، لأنهم أكثر جرأة منا، لديهم هذه المساحة أن يطرحوا. ففي النهاية يشكل هذا الضغط على من يعمل في الإعلام أنه يطور من أدواته وقدراته أو يصبح نسيا منسيا. نعم. طيب على هذا الذكر اللي ذكرتي، مستوى تراجع الصحافة الورقية وتطور مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية، هل ستختفي يوم من الأيام الصحافة الورقية في مجتمعاتنا العربية؟ أعتقد أن في العالم هناك اليوم خشية في أزمة. كل العالم أن الصحافة الورقية اليوم قاعدة تتراجع، لأن نفس الصحافة ما ينشر في الصحافة الورقية تستطيع أن تتصفحها على الإنترنت مجانا. صحيح. وبالتالي حتى مبيعات الصحف، في يوم من الأيام كانت هذه الصحف هي فطور الناس في دول مثل مصر العربية، كانت الناس تصحى على تبحث عن الصحف. وأيضا إحنا لدينا في البحرين وكذلك بقية الدول، لكن اليوم وجود الواتساب، الخبر قبل أن ينشر في الصحافة ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الواتساب وفي غيره. فاليوم الصحافة والإعلام بشكل عام أمام تحدي، يا أنه يدخل السبق أو أنه ينتهي. أنا أقول اليوم الخبر إحنا ما نستطيع أن ننافس فيه الفضائيات، ولا نستطيع أن نواصل فيه وسائل التواصل الاجتماعي. يبقى أن تكون الإعلام سواء الرسمي أو الصحف تكون منارات للفكر، لتوجيه الرأي العام، نكون أصحاب رأي. فاليوم تقدمت في الصحف حتى في دول العالم قيمة الرأي والتحقيقات الصحفية عن الأخبار. بالضبط، يعني أن يوجه الرأي العام، أن يصل إلى مرحلة توجيه الرأي العام. طيب أيضا أنت تنشرين في مجلة ألمانية، أريد نعرف قصة هذا النشر، يعني في مجلة بريطانية أمريكية ممكن يعني، لكن ألمانية وباللغة الألمانية. مثل ما تعرف أن هناك يعني تعطش في العالم الغربي لمعرفة، لفهم اللغز العربي. إحنا بالنسبة لهم يعني أحجية، لا يعرفون يعني ما لديهم الكثير من المعلومات المتفرقة. ولكن طبعا أنا صدفة سمع عني رئيس تحرير سودلينكس اللي هي مجلة ألمانية، ويعني كان هذا في حفل في الولايات المتحدة الأمريكية، وراسلني طلب مني أني أنا أكتب عنهم. أنا اخترت مجال كتابتي أني أعرفهم كفتاة شرقية مسلمة، وفي ذلك الوقت أيضا أعيش في دولهم، أني أنقل وجهة نظري، أنقل شخصيتنا لهم.
جميل. هم كانوا يريدوني في البداية أنا أتكلم عن الثورات العربية، نعم تتكلم في مقالة ومقالين لكن مو أكثر من هذا، لكن أنا ركزت على الحجاب، على ثقافة الاختلاط، على بعض الإشاعات المتعلقة بترف العرب، بترف الشرقيين، وكنت لجذب مثل ما قلت لك إحنا ما نستطيع ندفع للناس تقرالنا، يجب أن نجذبهم، فكنت أحيانا أتخذ من الكوميديا السوداء طريقة، فأضع مواقف تعرضت لها وبعدين أتكلم وأسرد وأشرح لهم. والله يعني مثل ما هم يقولون، أنا طبعا ما أقدر أقرأ تفاعل القراء هناك، لكن يقولون ان العمود ناجح يعني الحمد لله. طيب على ذكر الكوميديا السوداء، فن الكاركتير في الوطن العربي حقق فاعليته مثل ما نشوف اليوم في كثير من الدول العالم، يعني صوره واحده كاركتيريه تحقق انتشار وتغير راي وتغير قرار وتغير قانون ايضا. والله يعني احنا الكاركتير لدينا يعني في يوم من الايام حق يعني قطع اشواط سبقت بقية الأقسام في الصحف، ولكن اليوم لو رأينا الوطن ما في اليوم رسامين كاركاتير متميزين بذلك الشكل. وأنا أقول لك أن القمع للحريات الصحفية في كل دول الوطن العربي، ترى حتى الدول التي تبدو، أنا خليني أقول لك بعد، يعني في دول لما يعني تشوف إعلامها تظن أن لديهم هامش كبير من الحرية لأنهم يشتمون هذا الفريق أو هذا الحزب أو هذا التيار، ولكن في الحقيقة أنه إعلام موجه، إعلام ليس بحر، وبالتالي ما يكون له تأثير على الأرض. طيب على موضوع ترى حرية التعبير عن الرأي ما فقط يعني مقيدة بعض الشيء في وطننا العربي، حتى في دول متقدمة، يعني من كلنا نذكر تلك المقولة الشهيرة عندما يتعلق الأمر بأمن المملكة المتحدة فإني أقول أنه لا توجد هناك حرية للرأي. رئيس الوزراء البريطاني يبقى كما ذكرتي أنت يعني إبداع الصحفي، تميزه، خروجه خارج الصندوق بأفكار جديدة ورؤيته أيضا بنظرة أخرى. نحن سعدنا جدا بوجودك معنا، نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله. مقالك القادم متى راح يكون إن شاء الله؟ والله أنا عندي ثلاث مقالات، واحد ينشر الاثنين، الأربعاء والجمعة. أكيد كنا راح نكون متابعين لمقال يوم الجمعة. شكرا لك الصحفية لميس ضيف، نورتينا في حلقة الليلة من برنامج. أشكرك وشكرا على الاستضافة. الله يسلمك، شكرا لك. إذن مشاهدينا قبل ختامنا لحلقة الليلة من برنامج من عمان، وقبل أن نصل إلى المحطة الأخيرة نهديكم هذه اللقطات لدار الأوبرا السلطانية مسقط، هذا المعلم الحضاري والثقافي الذي يبعث بأشعة الثقافة والسلام إلى العالم أجمع. إذن مشاهدينا بهذه اللقطات الجميلة لمسقط الحالمة وبالتحديد لدار الأوبرا السلطانية مسقط نكون وصلنا معكم إلى ختام محطات حلقة الليلة من برنامج من عمان. لكن قبل الختام طبعا هناك مسابقة يومية لهيئة تقنية المعلومات، مجموعة من الأسئلة التي تقدمها الهيئة بشكل مستمر، هناك فائزين بشكل أسبوعي يتم الإعلان عنهم في برنامج من عمان كل يوم من أربعاء. الفائز الأول
في مسابقة هيئة تقنية المعلومات اختصرها أحسن. صلاح بن حمد بن راشد الزيدي فاز بجائزة مينيباد، التواصل راح يكون طبعا مع هيئة تقنية المعلومات. والفائز الثاني أو الفائزة الثانية لميس بنت محمد بن سالم الجابرية. نبارك إذن لصلاح وللميس فوزهم بأجهزة مينيباد مقدمة من هيئة تقنية المعلومات حول الحملة الإعلامية اختصرها أحسن. نحن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام محطات حلقة الليلة من برنامج من عمان، مساكم مساء وطن واعتزاز بهوية اللغة العربية. ويوم الغد إن شاء الله ملتقى جديد راح يجمعنا بكم في برنامج من عمان مع فقرة التغذية وفقرة قيم، وأكيد راح تكون معنا وقفة للحديث عن اليوم العالمي للغة العربية. شكرا لكم على طيب المتابعة، ويوم الغد ملتقى جديد. هذه التحيات طاقم العمل وأجمل التحايا بعثها لكم مخرج البرنامج سعيد موسى، وإلى اللقاء.